بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير أنبيائه وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السادة المشاهدون أينما كنتم، حياكم الله وبياكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وأن يحفظكم وأن يتقبل صيامكم وطاعاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن هذه الأمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا كل طاعاتنا، وأن يجعل بلاد المسلمين كلها آمنة مطمئنة منصورة متآلفة متحابة قائمة على الكتاب والسنة. حقيقة أيها الأحبة، قبل أن أدخل في موضوع حديث الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي في آخره الكلام والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في باب الجنة الأيمن الذي يدخله أهل الإسلام ممن لا حساب عليهم ولا عليهم عقاب، يدخلون الجنة مباشرة. قبل أن نبدأ بهذا الحديث وما فيه من الفوائد والعلم والمسائل، نرغب أن ننبه إلى مسألة مهمة جدا تستخدم في كثير من الأحيان في الحواريات، وكما نقول دائما على الإنسان أن لا يتعجل ما دام الخصم الذي يكون قبيلك يتعامل معك بنوع من الاستدراج ومن الدهاء، أنه ينبغي عليك دائما أن تنظر إلى قوله وإلى عباراته، وأن تنظر إلى غاياته ومآله. ومن جملة ذلك عندما يعرض لك إنسان فكرة جديدة يريد أن يدلل عليها بفهم له لا وجه له في دين الله عز وجل، ولا وجه له عند أهل السنة والجماعة، ولا بد من الاستمرار لإيصال المعلومة الصحيحة إلى المخالف. فمثلا كان بعضهم، كنا نتحدث اليوم عن بعض مسائل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى أقوام تخلفوا عن الجمعة وفي رواية عن الجماعة والصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فكان البعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم هل هذا هو خلقه، وأنه يريد أن يحرق على الناس، ويبدأ بهذه الإطلالة الغريبة نوعا ما. السؤال الأول، من قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حرق على أحد بيته؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك كما قال أهل العلم لولي الأمر أن يخيف الناس حتى يقيمهم على الطاعة بما يراه مناسب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يأمر بالإقامة بالصلاة فتقام، ولم يتخلف إلى أقوام، ولم يترك الصلاة، ولم يجعل أحدا يؤم مكانه، ولم يقم بتحريق بيت، وإنما هذا المعنى هو على باب الزجر وبيان وجوب صلاة الجماعة عند من ذهب إليها، وخاصة الجمعة وحديث الجمعة في ذلك، أي أنه واجب عليه أن ينطبق عليه قول الله، بل أن يطبق قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم مكلف بالغ عاقل قادر على أن يأتي إلى الصلاة. الأمر الثاني، أن الله تبارك وتعالى أمر بأن نذر كل الدنيا وما فيها وأن نتوجه إلى صلاة الجمعة مهما كانت الأسباب، ما لم يكن هناك عجز عن القدوم إليها أو مانع شرعي يمنع إليها. فالذي يتخيله المخالف دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يريد أن يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة حقيقة، وإنما هو يرغب أن يقوم بشيء آخر مخالف. ما هو؟ أن يقول أن هذا الحديث يا أهل السنة وإن كان في الصحيحين أو في الصحيح فلا بد لنا أن نسقطه، لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم
أن يقول ذلك. فتسأل لماذا؟ لماذا لا ينبغي أن يقول؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة. ومن قال أن هذا ليس من الرحمة المهداة؟ فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر والتهديد به دليل على أن من يتخلف عن الجمعة 3 جمع ختم الله على قلبه، وأن هذا من أسباب دخول النار. فإذا هدد بها في الدنيا وتاب إلى الله كان ذلك نافعا له في الدنيا ونافعا له في الآخرة. فالشاهد في الأمر أن التهديد والهم مع عدم الفعل يدل على وجود الإثم الكبير والوعد والوعود الكبيرة على هذا الإنسان. لذلك يأتي بعضهم ويتكلم بقولي لقد هممت، كما جاء معنى الهم في قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فنحن لن نطيل الرد على باب ما يعتبر بالهم، لأن الهم مع الفعل إذا كان أمرا منكرا لا يصدر من الأنبياء ولا من المرسلين أبدا، وإنما لها معنى آخر. ماذا؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهنا كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. فالمسألة فيها تقديم وتأخير، وهذا يسميه العلماء لو حرف امتناع الوجود. حرف امتناع الوجود أي رأى برهان ربه فصرف عن مجرد الهم في هذا الموضع. فليس كل هم يهمه الإنسان يمكن أن يصدر منه العمل، وهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بحسنة ولم يعملها، هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة وعملها كتبت له سيئة واحدة، وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. إذن الهم ليس بالضرورة أن يكون معناه على أصل الفعل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر أحدا أن يؤم الناس فأتخلف إلى أقوام. السؤال: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الجواب: لا. إذن التوهم الذي يكون عند بعض المخالفين في مثل هذه الأمور هو توهم ذهني قصده إسقاط الرواية بناء على فهمه لا بناء على واقع الرواية، فيضع المخالف أسئلة كثيرة: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك؟ لماذا النبي؟ فبعضهم لكثرة توهمه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق على أحد بيوتهم. فكان بعضهم ماذا يقول لي؟ طبعا إخواني وأخواتي بإمكانكم الاتصال عبر أرقام الشاشة التي ترونها أسفل الشاشة، عبر الأرقام التي ترونها أسفل الشاشة. طيب، لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا هم بالأمر؟ ما ذنب الأولاد في داخل البيوت؟ في داخل البيوت نساء، في داخل البيوت كذا، في داخل البيوت. فالجواب على هذا الأمر بأي حال من الأحوال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة لم يفعل ذلك، لم يهدد حياة الأطفال ولا حياة النساء، وإنما هو وعيد لبعض من تخلف عن صلاة الجماعة. أخونا أبو نايف، السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا، يا مربحا، أهلا يا وسهلا. يا سيدي، سؤال: زكاة الفطر هل تجوز لبناتك المتجوزات أو لأخواتك؟ إذا كانوا فقراء نعم يجوز. الآن في الناس يقول إنه ما لا يجوز. في بعض الناس بيقولوا لأنهم هذول أصول وما بصير تعطوا الأصول ولازم تنفق. ما هي لما تطلع هي من عندك وتتجوز أنت بتعطي لجوزها، ما بتعطي إلها، لأنه مسؤولية النفقة على هذه المرأة على زوجها وليس عليها. فانت يعني بتعطي لجوزها، يعني تعطي لجوزها من شان لما تصير مشكله لا سمح الله ما تقول له اهلي طعموك. نعم. عرفت كيف؟ فخلي دائما الزوج له وضعه والمراه لا وضعها، بنتنا تكون في مكانها وزوجها يكون في مكانه.
جزاك الله خير يا شيخ. آمين آمين وإياكم إن شاء الله. يعني هذه المسألة هي من المسائل التي اختلف فيها العلماء، لكن جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت المرأة يجوز أن تدفع شيئا من زكاتها إلى زوجها الفقير الذي لا يستطيع أن ينفق، إذا الابن أخذ من مال والده شيئا يعتبر على الولد صدقة، لك ما أخذت يا زيد ولك ما تصدقت يا معن. هذا واحد من الصحابة رضي الله عنهم جاء بثوب ومعه شيء أراد أن يتصدق به فوضعه في داخل المسجد، فلما حطه في داخل المسجد ابنه شاف الغرض بس ما عرف أنه لأبوه، راح أخذ الغرض فغضب أبوه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لك ما تصدقت يا زيد ولك ما أخذت يا معن. أخونا أبو مالك السلام عليكم. الله يمسيك الله يصبحك بخير سيدنا الشيخ. صباح الخير ومساء الخير مع بعض إن شاء الله. مع بعض الله، أنا بحبك في الله يعني. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. أنا بحبك ودائما بتابعك على قناة الحقيقة يعني من زمان والله. حفظك الله ورعاك، تشرفنا يا سيدي. دكتور شاكر، البارحة أنا سألتك سؤال عن الحياة البرزخية، بدي أسأل كم من سؤال بس تحملني، بدي أتناقش أنا وياك هسا، تحملني شوي. تتناقش معي. ما جاوبتني مثلا مكانها، يعني إنه هل هي في الدنيا اللي إحنا فيها أم في القبر أم في السماء؟ أنا هيك حكي أسألك، أنت ما انتبهت على. نعم. والسؤال الثاني دكتور شاكر، هسا إحنا يعني اللي مثلا الجلطات الأمراض القلب هذا اللي بعطل الإنسان عند الوفاة، هل هي الملائكة ولا بأمر من الله؟ يعني الله بنفسه اللي موت ابن آدم ولا الملائكة؟ يعني مثلا الواحد عند الوفاة مثلا كيف بموت؟ موت جلطة بوقف قلبه، مين اللي بوقف قلبه؟ مين بعطل أعضاء مثلا؟ الله تبارك وتعالى جعل في هذه الأعضاء حياة، هذه الحياة قائمة على أصل الروح التي قال الله عز وجل فيها يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إلا قليلا نعم. الآن ما هي الروح؟ ما بنعرف. هذه الروح جعلها الله عز وجل مؤثرة في الحياة على أعضاء البدن، مؤثرة في الحياة على أعضاء البدن. فهذا الإنسان إذا قطع مثلا منه أصبع أو يد أو رجل أو ففقد الروح، والروح كنهها لا نعرفه الآن أين تتفرق في سائر الجسد، هذا أمر الله ما بنعرف. الآن إذا مات الإنسان وخرجت الروح جعل الله زوال الروح هو موت للبدن، مثل الأسباب والمسببات، الأكل يورث الشبع، عدم الأكل يورث الجوع، وجود الروح في حياة، خروج الروح في حياة، من الذي يقبضها؟ الذي يقبضها الله عز وجل، هو الذي يوقف حياة هذا البدن إذا ذهبت الروح، يوقف حياة هذا البدن إذا ذهبت الروح. ماشي يا أبو مالك في السؤال الأول؟ السؤال الأول ماشي، الله يجزيك الخير. طب دكتور شاكر، في عندي سؤال كمان، انا يعني قبل مده كنت اشتغل عند ناس نصارى يعني من الشهر 8، وصار عندي ظرف عند العيله مرضت، فطلبت منهم اجازه شهر حسابي. فلما اخذت الاجازه دكتور شاكر، بعد ما خلصت الاجازه وبدي ادوم، تفاجات منهم ما بدهم يرجعوني، قالوا لي الله يعطيك العافيه خلص انت غايب حسابك وشهر وهذا. طب ما انا غايب حسابي. هذه قضيه قضائيه، هذه سبحان الله. يعني انا قصدي من السؤال اني لحد الان بلوم في نفسي وباكل في حالي وبتندم، بقول ليش عملت هيك وليش ما غبت، وهي ما رجعوني، وبتعرف الاوضاع الاقتصاديه في البلد صعب الاقي شغل. نعم. فسبحان الله، يعني انا من هذاك لليوم من شهر 8 العام يعني 5 أشهر 4 أشهر وانا بلوم نفسي يعني بتندم، فشو بتنصحني اني اعمل؟ هل هو نصيبي وانقطع؟ لا، هو انت اخذت باسباب. انا الحق علي، انا بتحاسب عليه هذا التصرف. طيب بدي اشكرك يا ابو مالك. سأجيب. الله يرضى عليك، حياك الله. احنا رايحين نجاوب على هذا السؤال. الله سبحانه وتعالى قال وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. حتى أنت تحصل باب الرزق لابد أن تأخذ بأسبابه،
وتعمل به. الآن لا شك ولا ريب أن الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق من عند الله لا شك، لكن الله أمر بالأخذ بالأسباب. هل أنا ملام يعني إذا أخذت بأسباب لظرف استثنائي ثم قدر لي أن أفقد عملي أو شيء، هل أنا ألام شرعا؟ لا، ما دام عندي أنا عذري وبذلت جهدي أن أسعى في رزقي ولم أستطع أن أحصله كما ينبغي، فهذا أمر مختلف تماما عن واقع التواكل. فهناك فرق بين التوكل وما بين التواكل. فالإنسان لما يأخذ بأسباب الرزق يكون قد حصل التواكل. لأن كان في سؤال سأله أبو مالك فيما يتعلق في مسألة البرزخ، أين هو؟ هل هو في الجنة أو على الأرض؟ لا، لا هو في الجنة ولا على الأرض. البرزخ عالم ما بين الدنيا، ما بين الحياة الدنيا وما بين حياة الآخرة. كما عندنا دنيا وكما هناك آخرة، هناك شيء اسمه عالم البرزخ. هذا العالم عندنا إحنا أهل الإسلام فيه حياة خاصة، فيه حياة خاصة في قبور الناس، إما أن تكون نعيما وإما أن تكون عذابا، والعياذ بالله تبارك وتعالى من العذاب وما يؤدي إلى هذا العذاب. فهو مكان ما بين الدنيا والآخرة، الله عز وجل خلقه، ولكنه متصل حيث تكون الأبدان. يعني الإنسان لما بيكون في قبره فروحه ترجع إليه ويعيش في مرحلة البرزخ في الآخرة، حتى لو جرى عليه ما جرى من الأمور الدنيا من التحلل ومن التغير، فإنه سوف يبقى في الآخرة في عالم البرزخ له الحياة الخاصة، بدنه في حياته وروحه مع بدنه في ذلك. هذا ما يؤمن به أهل السنة في ذلك. الآن الأقوال الغريبة والمخالفة هذه لا يعني لا ينظر إليها ولا تعتبر علم، لأنها هي من آراء الناس وأقوال الناس وأحوال الناس. هذا فيما يتعلق في السؤال. أرجع إلى موضوعنا الذي كنا نتكلم فيه. هي من أكبر الإشكالات عندما تبدأ بعرض ما عندك من نصوص شرعية صحيحة، هو يتفاجأ كثير من المخالفين، وخاصة أن البعض يقول نريد أن نعرض الأمر على كتاب الله، فتأتيه بنص من كتاب الله، يتفاجأ كأنه لأول مرة يسمع بمثل هذا. إذا أنت شرحت له، أولت له النص، أي بمعنى فسرت له النص، يقول عجيب، كيف نربط بين هذا الخبر وبين هذا الخبر؟ أين هو الخلل؟ يكون الخلل أصلا في فهم هذا الحديث الشريف عند المخالف. هذه هي من الإشكالات الحقيقية التي قد يقع بها كثير من الناس في هذا الباب. نأتي إلى حديث أبي هريرة رضي الله عن سيدنا أبي هريرة وأرضاه. من الأشياء الجميلة التي لاحظتها اليوم في حواري مع بعض الأفاضل، والله إني أنا مسرور، أقولكم إني أنا مش مسرور بهذا الحوار، والله إني أنا يعني بالذات اليوم، حتى لو كان القصد فيما وراء الكلام غير ما هو ظاهر، لكن أنا انبسطت. يعني أن ترى إنسانا فاضلا محترما يقول أنا حتى لما بدي أخالف ما جاء في البخاري وما جاء في مسلم أريد أن أصون سيدنا أبو هريرة، يذكر بالاسم، وسيدنا بن عباس وسيدنا عائشة رضي الله عنها. الآن بغض النظر عن طريقة التعامل مع النص، الآن الجواب على النص سهل، سهل جدا، الإشكالية أين تكون بالفهم. لكن لما نصل مع أناس لهم وزنهم وثقلهم، و ترى من الصعب أنك تجمع بين الهوى وبين الهوى الثاني، تجمع بين هوايين في طيب، إن شاء الله أن تكون الأمور طيبة على كل الجهات. فلما تسمع مثل هذا الكلام من أناس لهم وزن، فهذا أمر مهم.
وأنا يعني رسالتي للدكتور الله يحفظه ويبارك فيه، دكتور الأزهر، دكتور سامي عسال، مع كل المحبة والتقدير، أخوك لا عليك منه، فإنه يعني يعرف ما يقول ويعرف إلى أين يرمي. والأمر يعني ليس كما هو ظاهر في بعض الأمور، وأسأل الله أن يوفقك ويجعلك دائما نصيرا للسنة. عموما، فأن تسمع لأناس أفاضل مخالفين يتكلمون بهذه الطريقة، أنا شخصيا أصر، مع أنه يعني لو أردت أن أفسر بعض المعاني أقول لعل البعض يرضى أن يقول مثل هذا الكلام من شأن يوصل إلى نتيجة أنه بعد ذلك يقول الحديث موضوع في البخاري وموضوع، أي تخيني يعني، لو ضعيف منقول بجوز العلماء اختلفوا، بس موضوع يعني كثير. يا سيدنا الشيخ، راح نبين إن شاء الله غدا في هذا الموضوع بأن ما كان قد اعترض عليه، لكن ليس كما تفضل الناس. أردت من هذا فقط أن أظهر فرحي وسروري، لأنه إحنا لما بنقول سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا فاطمة رضي الله عنها، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نترضى عنهم، نترضى عن أمهات المؤمنين، نترضى عن الصحابة أجمعين، هذا منهجنا. وأن ترى من يخالفك يمكن أن يصل معك إلى هذه الثمرة، إلى هذه النتيجة، ولو كان له مأرب آخر أبعد، الحقيقة ستكون الأمور نوعا ما خطوة إلى الأمام. ولهذا نحن نأمل في مثل هذه اللقاءات، مثل هذه الحواريات، أن ندفع على الأقل بالاتجاه الذي قال الله تبارك وتعالى في مثله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نريد أن نصل إلى هذه المنهجية. الآن نختلف في النقد العلمي، الميدان مفتوح، من عنده الحجة، من عنده القدرة، من عنده البيان، هذه قضية ثانية. ولكن عندما نتكلم عن مسائل الخلاف في هذا الموضوع، يعني يبدو أنا خرجت إلى أطر التأصيل العلمي. بدنا نرجع إن شاء الله بعد شوي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن أريد أن أقول: لا تظنن أن النقد في باب الإسناد أو المتن قضية هوائية، أنا لا يعجبني أو أنني يعجبني. والله أنا أرى أن النقد الإسنادي لا علاقة له بالنقد المتني، وأن النقد المتني يمكن أن ينقد دون الإسناد. هذا الكلام كله من الناحية الحديثية عند أهل السنة الذين تميزوا به لا يعني شيئا، لا يصلح أنه أنا ما عجبني المتن أقول والله هذا متن ضعيف. في البخاري، في مسلم، في الصحيحين، في الكتب التسعة، أنا الحديث مش عاجبني، بكيفي، ما بدي أآمن فيه. لا، المسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لما بيجي الحديث الصحيح بده يسلم، هو بصير يقول طيب هو أصلا مش صحيح، نقول له: كيف أنت ضعفته؟ كيف أنت رفضته؟ هل هو بهواك؟ هل هو برأيك؟ هل هي بمفاهيم خاطئة عن الرواية؟ هذا ليس بنقد الحديث. كل إنسان له عقل، كل إنسان له طريقة تفكير، كل إنسان له طريقة في التعامل مع الروايات. فإذا أردنا أن ننقد الأمور بناء على مفاهيمنا، بناء على مشاكلنا أو طريقة تعاملنا مع الرواية، سوف نسقط الرواية ولا نبقي لها أصلا، ولا نبقي لها واقعا. ليه؟ لأن كل واحد بيفهم طريقة، شخص عنده علم، شخص عنده فهم، شخص ما عنده إلا التوسط في طريقة التعامل مع الرواية، شخص لا. الأمور حقيقة ليست كذلك، الأمور حقيقة ليست كذلك، وإنما نحن نعمد دائما إلى أصول النقد: إسناد ومتن. إن كانت العلة في المتن لازم يكون في عندنا خلل في الإسناد، ما بزبط، لأنه الخلل اللي جاء في المتن من أحد الرواة. فإذا لم تستطع أن تثبت أن في الإسناد خلل، كيف ستحكم على متن الرواية أنها فيها خلل؟ مش هحكي لكم يعني بعض الأمور لأنه سأعتمد عليها إن شاء الله، يعني وأنا أفكر هيك بالليل،
على أصول النقد، نقد الرواية وطريقة التعامل معها، إن شاء الله بنتكلم في هذه المسألة غدا بعد أن نخرج بعض التأصيلات التي حاولت أن أدفع باتجاه قبول الحديث فيها. شيخ مؤيد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدي أبو حماد؟ يا ميت، هلا يا مرحبا. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير يا سيدي. بدي إياك بخير الحمد لله. ربنا يتقبل منا ومنك إن شاء الله يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. تفضل. يزيد علينا رمضان وأعوان علينا الأزمنة مديدة يا الله. اللهم آمين، بسم الله. بلا في يا سيدي سؤال ضروري بدي أسألك إياه يا سيدي. تفضل اسأل. هسا يا سيدي، هسا خير الأسماء ما حمد وعبد، مش حديث هذا؟ ايش هي؟ خير الاسماء ما حمد وعبد. خير الاسماء ما حمد وعبد، بهذا اللفظ ضعيف. في حديث اخر وهو احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، واصدقها حارث وهمام، واقبحها حرب ومره. هذا حديث ضعيف، هذا ليس حديث هذا. اي نعم، هذا ليس بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب في كمان نجي بعد سؤال، في كمان بعد سؤال الله يسعدك. تفضل. هسه اللي بيقولوا مثلا رمضان اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار، صحيح يا سيدي بالله هذا الحديث كمان؟ هذا هي روايه معلقه في البخاري والاسناد فيها ضعيف، ولكن المعنى صحيح ان شاء الله. لكن أوله رمضان اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار. نعم، لكن المعنى صحيح، لأنه إن شاء الله عز وجل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين ثم قال آمين ثم قال آمين، قالوا يا رسول الله سمعناك تقول كلاما ما كنت تقوله، قال جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة أبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. قال ثم من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. بارك الله فيك، شكرا أخي مؤيد على اتصالك، لكن سؤالك شوي يعني قد يتعب بعض المشايخ في باب النقد، لأن أنا مش هشرح معلقات الإمام البخاري، يعني الموضع ليس موضع شرح فيها حقيقة. يا روان، السلام عليكم. روان، طيب حاول الاتصال روان مرة ثانية. فنرجع إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الحديث الشريف عند الإمام البخاري في حديث الشفاعة إن شاء الله. حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع. هذا الحديث بهذه اللفظة فيه فوائد متعددة. أول هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس مع أصحابه، ولما يأتي الطعام يأتي لهم، وإذا جلس مع أهله ما بيخلوا مرته بعيد عن الطعام، بوكل وبيخلص بعدين بيعطي بقية الأكل للأولاد، لا، وإنما يجلسون جميعا مع بعضهم البعض، إن كان مع الزوجة فمع الزوجة، وإن كان مع الأصحاب فمع الأصحاب. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كريما يطعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدى إليه. طيب نشوف أخونا نايف، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك سيدي الشيخ؟ الله يسلمك، الحمد لله. الله يكرمك، بارك الله فيك على البرنامج، الله يجزيكم خير. آمين وإياك إن شاء الله. بسألك بالنسبة للزكاة، هل الولد متزوج عليه دين يعني من غير مين؟ نعم. ينزل أبي يعطيه الزكاة يدفع عنه يعني؟ إذا كان الولد فقيرا، لأنه في ناس عليها ديون بس معها فلوس، مش مقدر عليه ديون ومن الغارمين يعني. من الغارمين والضعفاء يجوز أن يعطى من الزكاة طبعا، يعني وأنا أقولها بملء الفم، يعطى من الزكاة.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله. آمين إن شاء الله وإياك. الله يديك الخير. وأنا أعرف قول المخالفين، بس أنا أفتي للناس، إذا كان ابنك فقير منفصل عنك، ليس بصحن واحد معك وصاحب حاجة، هو أولى الناس. إلك أجرين، أجر الزكاة وأجر الصلة. يعني بدك تأخذ أجر إعطاء الناس بجوحة، بيقول خليه يعطي من عفوكم، خليه يعطي من صدقته. طيب بجوز أنا ما عندي القدرة على الصدقة، لكن في علي واجب للزكاة، فما الذي يمنع؟ لأنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ابني فقير، ابني مسكين، ابني معدم، ابني غارم، عنده مشاكل، أجي أقول اعطي للغريب ولا أعطي لابني والقريب؟ لا، ما هذا هو المقصود. فيعني لابد من الانتباه. طيب أخونا محمد قوقز، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي فضيلة الدكتور لك وللحقيقة الدولية. أيوة. ونفع الله المسلمين في العالم العربي والإسلامي بعلمكم. آمين. ونسأل الله النصر المؤزر المبين لهنا في فلسطين وفي غزة. آمين آمين. ففضيلة الدكتور، ورد في القرآن الكريم على لسان الحق عز وجل، ما منقول على لسان الحق، نقول ورد في القرآن في قول الله. جزاكم الله خير سيدي. نعم. أقبل التصحيح. في قول الله عز وجل في إشارة إلى نبي الله يوسف في أكثر من موقع لفظ الإحسان، إنا نراك من المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أشهد. فكيف لنا أن نحصل مثل هذه الصفات في حياتنا؟ وجزاكم الله خيرا. آمين وإياكم. هو بقول الله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آمن واعمل وطبق، واجعل الأمر خالصا لله تبارك وتعالى، تأخذ أجره. فالقضية متعلقة بالإيمان والعمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهو إيمان وقول وعمل بإذن الله ترتقي، فراقب الله يعطيك الخير. أخونا سالم السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حياك الله. تحية لك يا سيدي والقناة العظيمة هاي. والله الله يرضى عنك، اللي تخدم المواطن الأردني. نعم. يا سيدي، في بعض إخواننا الشيوخ الملتحيين، يعني مش إنه عالم أو شيء، ملتحي يعني. نعم. يعني كعامة، أجيب لك كعامة، يعني يأخذ الأحاديث اللي بده إياه، عاملها تنقاية زي تنقاية اللي اسمه اللي بده إياه يأخذ، واللي ما بده إياه مثال. أجيب لك مثال. أجيب لك مثال يا سيدي. تفضل سيدي. مثلا يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النساء أمانة عندكم. نعم، حديث النبي رواه الإمام أحمد، إنما النساء. نعم. عندكم عوان. أيوة. وما يجيب الحديث إنه لو أمرت أحدا، قال حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، لو ما أمرت أحدا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لي أحد، أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. مين اللي متقاتل مع مرته هذا؟ نعم، مين اللي متقاتل مع مرته بدك تصلح بينهم؟ لا، أنا أقول لك كعامة، قلت لك يا شيخ كعامة. مسألة يعني عامة. بعض إخواننا الشيوخ يجيبوا تنقاية بندورة بلا تشبيه الحديث. اللي بده إياه بيجيبه، واللي ما بده إياه بيرساه خلاص. نعم نعم. هل يجوز الحكي هذا؟ لا، ما بصير، لازم الزوج يلحقه. ماخذات حقوق النساء إخواننا وبناتنا، ماخذات حقوقهن وزيادة. فأعطي كل ذي حق حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا أخي. كل الاحترام لك يا سيدي. كل الاحترام لك. السلام حياك الله. عليكم السلام. أخونا محمد سليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بما علمكم من علم الناس، وجزاكم الله كل خير. آمين آمين وإياكم. عندي استفسارين يا شيخ. تفضل. الاستفسار الأول بالنسبة لأخواتنا الصائمات، الحيض قبل موعد الإفطار بساعة، نعم، هل تمسك أم تفطر وتقضي؟ الاستفسار الثاني، نعم، هل ما نحن فيه من
ابتلاءات وحروب وقتل وتشريد، هل هو سخط من رب العالمين أم اختبار وصبر أراده الله لهذه الأمة؟ نعم. شيخنا الكريم توضح لنا هم نقطتين، جزاك الله خير. طيب آمين وإياكم. أولا، إذا جاء الحيض للمرأة أو النفاس قبل الإفطار ولو بنصف ساعة فقد أفطرت، تأكل شيئا لتؤكد الفطرة، ثم إن شاءت أمسكت تعظيما للوقت. أما من الناحية الشرعية فلا مانع أن تأكل وأن تشرب، لكن حرمة للوقت تفطر ثم تمسك إن شاءت إلى وقت الأذان. أما الموضوع الثاني، ما يجري من الابتلاء لسببين: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالمسألة هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وتنقية للناس. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا، وأن يصبرنا على الابتلاء إذا ما حل بنا. ولا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاثبتوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نذهب إن شاء الله إلى فاصل، ومن شاء من الإخوة والأخوات، وعليكم السلام ورحمة الله، أن يصعد فبإمكانه أن يفعل ذلك، ثم نعود بعد قليل إن شاء الله لنواصل. فاجتاح الدجى والنجم سر فزاد باللمعان. قد خص من بين الشهور جميعها فضلا بإنزال الهدى القرآن، فتنافسوا فيه بحسن فعالكم بالبر والصدقات والإحسان. رمضان أقبل منة المنان، قد جاء يحمل منحة الرضوان. أهلا هلالك هل فاجتاح الدجى والنجم سر فزاد باللمعان. فيك التقى فيك الأجور تضاعفت، فيك الصلاح وفيك خير معاني. ضيف كريم قد أتانا مرحبا، وفي القلوب بمنزل ومكان. رمضان أقبل منة المنان، قد جاء يحمل منحة الرضوان. أهلا هلالك هل فاجتاح الدجى والنجم سر فزاد باللمعان. واستغفر الغفار وارجو فضله يجزيكم بالعفو والغفران. رمضان زاد للعباد تزودوا، واستمتعوا بعطية الرحمن. حتى الرضوان. أهلا هلالك هل فاجتاح الدجى والنجم سر فزاد باللمعان. خاب الذي فاتت عليه أجوره، قد ضاع منه العمر
الأمر بالخسران. يا رب أكرمنا ووفقنا به واجعل لنا الفردوس خيرا بنا. فاجتاح الدجى والنجم سر فزاد اكتب لمرضانا الشفاء وارحم بني الإنسان. اكتب لمرضانا الشفاء وارحم بني الإنسان. إلهي كسرنا يا منزل القرآن، وافتح لنا كل المنى في قادم الأزمان. وافتح لنا كل المنى في قادم الأزمان. احرص على نيل الأجور، واجعل حياتك في الصلاح والالتزام. دنيا الهدى ملآنة بشرى ونور. وأطل شهر الخير من بين الغمام، بان الهلال وأقرأ السلام. رمضان جاء فمرحبا بقدومه، شهر المتاب إلى الرحيم على الدوام. عشها حميد الذكر في ذاك الملا، فهناك يحيى الطهر والملك الأمين. وانهض إلى روض السجود إلى الصلاة، واذكر إلهك من يحب التائبين. وأطل شهر الخير من بين الغمام،
رمضان الهلال وأقرأ الكل السلام، رمضان جاء فمرحبا بقدومه، شهر المتاب إلى الرحيم على الدوام. سبحان رب العرش علام الغيوب، تبنى إليه من الخطايا والذنوب. سبحانه رب رحيم غافر ذو رأفة بالناس يقبل من يتوب. وبطل شهر الخير من بين الغمام، بان الهلال وأقرأ الكل السلام، رمضان جاء فمرحبا بقدومه، شهر المتاب إلى الرحيم على الدوام. شعاعه بين الملا براقا، وروي الجمال، فهذا قلبي هام في لقياك. يحلو النوال من ذي الجلال، وعطاه يهمي للورى دفاقا. وروي الجمال، فهذا قلبي هام في لقياك. الصوم لي وأنا الذي أجزي به. عظم داء ذنوبه فليأتي في رمضان باب طبيبه. من كان يشكو عظم داء ذنوبه
فليأت في رمضان باب طبيبه ويفوز من عرف الصيام بطيبه ويفوز من عرف الصيام بطيبه أوليس قال الله في ترغيبه الصوم لي وأنا الذي أجزي به نفوز بالمنى وتحققوا نيل السعادة والغنى يا صائمي رمضان فوز بالمنى وتحققوا نيل السعادة والغنى وثقوا بوعد الله فيه الغنى وثقوا بوعد الله فيه الغنى أوليس هذا عين قول إلهنا الصوم لي وأنا الذي أجزي به الصوم قام بحقه وأتى بحسن القول فيه بصدقه يا فوز من للصوم قام بحقه وأتى بحسن القول فيه بصدقه ومن الجحيم نجا وفاز بعتقه ومن الجحيم نجا وفاز بعتقه فالله قال عن الصيام لخلقه الصوم لي وأنا الذي أجزي به من صام نال الفوز من رب العلا وبوجهه أضحى إليه مقبلا من صام نال الفوز من رب العلا وبوجهه أضحى إليه مقبلا يا من يروم توسلا وتوصلا يا من يروم توسلا وتوصلا صم رغبة في قول رب قد عانى الصوم لي وأنا الذي أجزي به استطاع في حصره الأرقام
والشوق يا شهر الصيام يحفني ويزيد لما تنقضي الأيام. رمضان شرفت القلوب محبة، شهر كريم عاشقوه كرام، وتعود ضيفا قد نزلت مبجلا بقلوبنا لما يمر العام. شوق تخط مساره الأقلام، لم تستطع في حصره الأرقام. والشوق يا شهر الصيام يحفني ويزيد لما تنقضي الأيام. حتى وكورنا بنا متربع، تأتي ويأتي في هواك غرام. قد أرسل الرحمن فيك كرامة تقوى وقرآنا وطاب صيام. شوق تخط مساره الأقلام، لم تستطع في حصر. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا إليكم من جديد إخواني وأخواتي السادة المشاهدون جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا كله. حياكم الله وبياكم. بإمكانكم السادة المشاهدون أينما كنتم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام ترونها أسفل الشاشة لمن راغب أن يتواصل. كنا نتحدث وإياكم عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة باعتبار ما سيكون منها يوم القيامة في هذا الباب، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا ما لم نكن نعلم في ذلك، لأن أمور الغيب كلها قائمة على الوحي. لا يمكن لأحد أن يتعلم شيئا من الوحي إلا إذا كان عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فهذه من وسائل الوحي ومن وسائل التعليم. فأمر الغيب في باب الشفاعة لا يعلمها إلا رب البرية الذي علم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كنا نتكلم على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس بين أصحابه لم يميز في مجلسه صلى الله عليه وسلم، مع أنه المميز، وإذا تكلم مع الناس ودخل غريب لعله لم يكن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لا يجد له مجلسا خاصا، ولا يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترفع على الناس وارتفع عنهم وما شابه ذلك. لذلك أنا أقول من حسن حال المسلم أن يبقى دائما بين إخوانه وبين أحبابه. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بطعام، والأنبياء لا، النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص لا يأكل الصدقة، وإنما يأكل من الهدية، وإنما يأكل من الهدية. الأمر الثاني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا أرادوا أن يأكلوا لم يتقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأكلون معه. ونضرب على ذلك مثالين اثنين. المثال الأول هذا الحديث، والمثال الثاني حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت له بشاة مصلية، هي كمزبطة
يعني أكلت منها النار ما أكلت، وباتت مشوية سهلة الأكل وسهلة المضغ، فقدمتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع لقمة إلى فيه، هو ابتدأ بالطعام، قال فلما رفع لقمة إلى فيه الصحابة رضي الله عنهم أكلوا ممن كانوا يجلسون معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الأكل فقال إن لحم هذه الشاة يخبرني أنها مسمومة، فلفظها، فلما لفظها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة صار ماكل وبالع اللقمة، قال فمات عدد من الصحابة منهم البراء ابن معرور رضي الله عنه وأرضاه، توفي. فجيء بالمرأة وإذ بها إيش؟ يهودية قتلت الأنبياء، أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذه من يعني من عادة هؤلاء الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لحم هذه الشاة يخبرني أنها مسمومة فلفظها، فجيء بالمرأة لما فعلت ذلك؟ قالت إن كنت نبيا فإن الله سيعلمك والسم لن يضرك، وإن كنت غير نبي أراحنا الله منك. طبعا هذا الجواب، هذا جواب القتلة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يجرب على الناس أنواع السموم ليكون هذا بارا أو غير بار، نافعا أو غير نافع، قاتلا أو غير قاتل، وما شابه ذلك. لهذا وجب على الإنسان أن يكون محتاطا من جهة أعدائه. فهذا الحديث أن الناس لم يكونوا يأكلون قبل يدي أن يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، بل يده، وكذلك الحال في هذا الحديث وغيرها من الأحاديث التي إذا وضع الطعام لم يبتدر الطعام أحد من الناس حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأكل، وهذا تعظيما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نستفيد منه فائدة على أنك إذا كنت في مجلس وكان ثمة طعام وأبوك موجود أن لا تمد يدك قبل أبيك. وبتعرفوا حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار، الذين خرجوا في رحلة مع بعضهم فأمطرت الدنيا فدخلوا على غار فوقعت صخرة عظيمة، من جملة هؤلاء رجل قال اللهم إنه كان لي أبوان، كان في لي آباء اثنين أم وأب، وكنت أرعى ثم أحلب فلا أسقي أحدا من أبنائي وزوجي قبلهما، لا أحد يغبق غبوقا قبلهما، يعني ما أحد بيشرب قبل ما يشرب أمي وأبوي في هذا الموضوع. قال فيوما أبعد الرعي بي وجئت في آخر الليل فوجدت أبي وأمي قد ناما وأولادي حولي يتضاوون جوعا، بعيطوا بدهم يأكلوا ما في أكل. تعرفوا الناس كانت تعيش على التمر واللبن وقليل من اللحم وما شابه. قال فبقي اللبن في يدي حتى استيقظا فسقيتهما ثم سقيت أبنائي وزوجي، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة. فالشاهد أن من أدب الإنسان المسلم أن لا يقدم طعامه على طعام والديه، بل يقدم طعام الوالدين على طعامه، وأن لا يمد يده قبل يد والده في مجلس هو فيه في الطعام. لهذا هذا الأدب العام الذي ينبغي على أهل الإسلام أن ينتبهوا له في الطعام والشراب تجاه الآباء وتجاه الأمهات. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع إليه الذراع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، ونهس منه نهسة، يعني قضم من هذا الذراع قضمة،
وهذا فيه فائدة على أن الإنسان لا مانع من أن يتخير من اللحم ما يرغب. في ناس بتحب الكتف، في ناس بتحب الذراع، في ناس بتحب البطن، في ناس بتحب القص، في ناس بتحب الرقبة، هذه أذواق. لكن لم يكن يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم حال التوفر إلا ما يحبه، وهذا دليل محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. قال: فلما نهس نهسة أكلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. هذه المسألة، أنا سيد الناس وأنا سيد ولد آدم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. طب هل هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس أو أنا سيد ولدي آدم ولا فخر؟ الجواب: لا، ذاك في موضع التواضع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. طب ليه؟ لماذا ذكر يونس بن متى؟ لأنه احنا بنعرف أنه سيدنا يوسف يونس عليه السلام كان قد أرسل إلى قرية، هذه القرية لم تؤمن فخرج بدون إذن. سنكمل إن شاء الله بعد أخونا أبو محمد. السلام عليكم. شلونك يا شيخ؟ يا مرحب، أهلا وسهلا، الحمد لله. كيف الحال؟ بدي إياك بخير، الله يرضى عنك. بدي أسألك سؤال في المجالس. تفضل. هسه في واحد يا شيخ، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان في عليه كفار وصام ثلاث يومين وضل عليه يوم، فهل يجوز له رمضان؟ يعني رمضان يحسب له عادي؟ لو صام رمضان عادي يحسب له يا شيخ؟ نعم، إذا هو صام بعض الأيام وجاء رمضان الثاني يجوز، بل يجب عليه أن يصوم رمضان الحاضر وبعد رمضان هذا بيقوم بعملية القضاء. شكرا لك. حياك الله، يا مرحب. يعني في فتاوى متعددة لطلاب العلم والمشايخ في هذا. الشاهد أنه إذا جاء رمضان وعليك قضاء من رمضان الفائت فهذا لا يمنعك من الصيام أصلا، لا يمنعك من الصيام أصلا، فعليك أن تصوم الفرض ثم بعد ذلك تصوم ما شئت بعد انتهاء رمضان، سواء كان 6 من شوال أو تبدأ بقضاء رمضان السابق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تدرون مما ذلك؟ هل تعرفون لماذا أنا سيد الناس يوم القيامة أو سيد ولدي آدم يوم القيامة؟ أتعرفون ما هو السبب؟ إحنا كنا ذكرنا حادثة سيدنا يونس عليه السلام، أنه لما أرسل إلى قوم ولم يؤمنوا خرج من عندهم مسرعا ولم يأخذ الإذن من الله، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، نقدر نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأنه لما هو ساهم في الفلك فكان من المدحضين، رمي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم. لما التقم الحوت بدأ الآن، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. لهذا عاتبه الله عز وجل وعاقبه لأنه خرج من غير إذن. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء
وهو سقيم، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إذن هذه القصة تبين على أن سيدنا يونس عليه السلام أخطأ وخرج من غير ما إذن كما هو عند أهل السنة. الآن عند غيرنا بتكلموا كلام آخر برضو ما بدنا إحنا ننظر إليه. الشاهد في الأمر أنه أرسل فآمنوا. طيب لما أخطأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، لما؟ قال من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم لا شك ولا ريب في ذلك عند أهل السنة والجماعة. طيب في مسألة هون قبل ما ننتقل إلى يعني إلى ما يوجد في الحديث في الاستجابة للداعي وحصول الكرب الكبير على الناس في عرصات القيامة، احنا بنعرف نقول في صلاتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نحكي لكم موضوعها بعد أخونا خالد صوالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بأنوار النبي يا حبيبي يا أبو أحمد. الله يمسيك بالخير يا سيدي. يلا يرضى عليك وبارك فيك إن شاء الله. آمين. وإياك يا سيدي. أول شيء دعاء لأهلنا بغزة، الله يرحم شهداءهم. آمين. ويشفي مرضاهم. اللهم وينصرهم على من عداهم يا رب العالمين. وقف محكم يا الله. اللهم واتلحهم من هالضيقة اللي هم فيها يا كريم. آمين يا رب. آمين. الله يبارك فيك. سيدي. تفضل. لو تكرمت علي سؤالين. السؤال الأول، أنا مريض بدي في الدعالي. أسأل الله أنه يشافيك ويعافيك. الله يسعدك وبارك فيك. وبصلي سيدي على الكرسي. نعم. من إجري يعني وجع إجري. أسأل الله أنه يشافيك. نعم. الله يسعدك. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، علي كنت داخل المستشفى علي 3 أيام قديم، لكن أنا بصوم 6 من شوال، هل يحسب من القضاء؟ إذا نويت أن من القضاء فهي قضاء مش 6 من شوال. لا ما نويت، بدي نظرن عليها بول. طيب الآن بدك أنت تصوم القضاء ولا بدك تصوم 6 من شوال بعدين؟ إن شاء الله تيجي. أنا باستمرار بصوم 6 من شوال، بس علي 3 أيام قضاء. معلش أخرهن ما بضر. الآن بتصوم 6 من شوال وبعدين بتصوم القضاء إن شاء الله، ما في أي مشكلة. يلا يبارك فيك يا ابو احمد، ان شاء الله تكبر ميزان حسناتك يا دكتور يا رب العالمين. امين. الله يجزيك الخير وبارك في عمرك، حياكم الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا التشهد في الصلاه بنقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. بعض الناس بيجي بيقول لك لا انا لازم اقول اللهم صل على سيدنا محمد. يا اخي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن. يعني لما أنت تقرأ قول الله محمد رسول الله، ما بصير تقول سيدنا محمد رسول الله، قرآن كما هو. التشهد كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما يعلم الناس الصورة من القرآن، فكيف تيجي أنت تزيد سيدنا؟ أما حديث لا تسودوني في الصلاة لا تسيدوني في الصلاة، هذا حديث من حيث الإسناد فيه ضعف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى نهاية الحديث. فلما يقوم الناس لله تبارك وتعالى يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل تدرون مما ذلك؟ يعني ليش أنا أكون سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر؟ عارفين ليش؟ وإحنا بنسألكم أنتم تعرفون لماذا؟ لماذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون سيد الناس يوم القيامة؟ ليش؟ بالإضافة إلى أنه نبي الله وحبيب الله وآخر الأنبياء والمرسلين وشريعته آخر الشرائع وإلى غير ذلك. لكن لما هناك في ذلك الموقف له خصوصية، خلينا نشوف سبب هذه الخصوصية. قال يجمع الناس يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي بل يسمعهم الداعي
يعني الملك اللي بيقول لهم قوموا لله رب العالمين يسمع كل الخلائق كلامه، الله يوصل كلامه لكل الناس، فيقومون لله تبارك وتعالى، وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فالآن يصبح كلهم مشاهد وكلهم يقوم بين يدي الله، وتقترب الشمس بمقدار ميل على رؤوس الناس، تقترب الشمس بمقدار ميل على رؤوس الناس، فيبلغ من الغم والكرب ما لا يطيقون، يصيبهم من الهم من الحزن من الكرب من الابتلاء الشيء الشديد. الشمس قريبة من الرؤوس والمكان موحش والناس قامت لله وهي تخاف، ما هي مآلاتها؟ وإن كان كثير من الناس عنده معرفة بما هو عليه وما سيؤول الأمر إليه، ولكن الجميع يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. ثم يقول ولا يحتملون، يعني خلاص نفذ صبرهم، فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم، ما أنتم شايفين لوين إحنا وصلنا؟ مش لازم إحنا نتخذ شيء من الأمور العملية حتى الله عز وجل يخلصنا من هذا المقام؟ ألا تنظرون من يشفع لكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم. لأن هم لما بدأوا يجتمعوا وضاقت نفوسهم بموقفهم، الشمس قريبة والخوف والهم والغم، آخر شيء يقول بعضهم لبعض ألا تجدون من يشفع لكم عند ربكم؟ نأتي بالجواب بعد أخينا يحيى. السلام عليكم يا يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. يا مرحب يا سيدي. عليكم السلام، تبركنا. تفضل يا سيدي. آمين وإياك سيدي. نعم الذي صدر، فنستخدم البخاخ بفطر ولا ما بفطر؟ طيب انت عندك مشكلة في القصبات الهوائية. طيب البخاخ يفطر، نقطة أول صف. البخاخ يفطر إذا كان في رذاذ موجود ومواد كيماوية وأدوية لتوسيع القصبات الهوائية ودخلت إلى الجوف، نعم يفطر. ماشي يا شيخ يحيى؟ هذه المسألة أنا ما بعرف كيف بعض الناس بيقولوا إنها ما بتفطر، ما بعرف من أين هذا. أنا هناك تبعات على هذه الفتوى اللي بتقول إنه ما بيفطر، تبعات كبيرة وخطيرة جدا. طيب اللي بلاش نفتح لكم الباب، مش كويس. مهم اللي بأخذ بخاخ وهذا في دواء وبدخل إلى الجوف فهو عامدا قاصدا، فهذا يكون قد أفطر وعليه القضاء، يكون قد أفطر وعليه القضاء. نرجع إلى موضوعنا، فيقولون يعني من تجدون يستشفع لكم عند ربكم؟ فيقولون في حد غيره، سيدنا آدم. سيدنا آدم هو أبونا كلياتنا، وإحنا أولى واحد نروح عنده نطلب منه أن يطلب من الله عز وجل أن يقضي بين الخلق هو أبونا آدم. ماذا قال له؟ فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. جينا عند نقطة مهمة، خلقك الله بيده. نعم، لذلك آدم عليه السلام خلق بيد الله، والله عز وجل لما عاتب إبليس قال يا إبليس
ما منعك أن تسجد لما أمرت لما خلقت بيدي؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ وفي آية أخرى قال الله عز وجل أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب هل الله خلق آدم عليه السلام بيدي؟ الجواب نعم، الله خلق آدم بيده. فإبليس كان مستكبرا على آدم، يقول دائما أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. المسألة لم يكن قد قال الله تبارك وتعالى له لما لم تسجد يا إبليس، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأجاب في مكان آخر بعيد. والله تبارك وتعالى أراد أن يكرم آدم في سجود التحية لا سجود العبادة، وأن الله مازه على سائر المخلوقات بأن خلقه الله عز وجل بيدي، أن خلقه الله تبارك وتعالى بيدي. من هنا اجتمع لآدم عليه السلام أمرين، الخلق باليد، وقال الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الأمر الثاني أن الله أوجد فيه الروح التي نفخت من في آدم، والله عز وجل نسب الروح إليه تعظيما وتشريفا لمكانتها. وهذا الذي نرفع به الإشكال عن أصحاب الأديان الأخرى الذين يقولون فلان عيسى عليه السلام خلق من غير أب وله أم. نقول الأمر سهل، ستنا بل أمنا حواء خلقت من ضلع آدم، وهذا أكثر إعجازا، وآدم عليه السلام ليس له أب ولا أم، هل هذا يعني أنه هو كذلك إله؟ تعالى الله عن ذلك. فالشاهد قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن فيكون. لهذا سنذهب إلى فاصل قصير إن شاء الله ثم نعود إليكم بإذن الله. نرضي به المولى نغدو به
ونكرم الجيران ونكرم الجيران نتلو به الآيات ونسكب العبرات نتلو به الآيات ونسكب العبرات ونرتقي الدرجات في جنة الرضوان وجاءنا رمضان رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن إن صمت لا تغضب كلا ولا تعتب كن طيب المكسب ولتمسح الأحزان ولتمسح الأحزان شهر النور والفرقان رمضان شهر العتق والغفران رمضان شهر مودة وتراحم أكرم به ضيفا على الأكوان قطع لياليه بوصل دائم فالوصل يطفئ صبوة الولهان أقبل على ماحي الذنوب بتوبات تغسل بها ما فات من عصيان رمضان شهر النور والفرقان رمضان شهر العتق والغفران رمضان شهر فصيامه حصن يقيك وجنات وقيامه قبس من القرآن والصوم للديان فاسعى لبابه يا فوز من يروى من الريان حياكم الله وبياكم عدنا إليكم من جديد بعد استراحة قصيرة شبه جدا ونتمنى لمن يرغب أن يتصل أن يتواصل معنا عبر الأرقام التي ترونها أسفل الشاشة إخواني وأخواتي فيجتمع الناس ويذهبون إلى آدم آدم عليه السلام هو أبو البشر كلكم لآدم وآدم تراب فيقولون يا آدم أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله تبارك وتعالى بيده وأسجد لك ملائكته هل لا تشفع لنا عند ربنا تبارك وتعالى فيقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط وأنا أكلت من الشجرة لأن آدم عليه السلام قال الله عز وجل ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها أكل من الشجرة التي نهي عنها وأخرج من الجنة في ذلك طبعا في هذا النص القرآني كلام طويل وكلام كثير خلاصته أيها الأفاضل أيها السادة خلاصة هذا الكلام أن الله خلق آدم في الجنة وجعله مكلفا جعلوا مكلفا لذلك قال لا تأكل وإن أكلت ستعاقب فلما أكل عوقب الأمر الثاني كما يقول بعض أهل العلم أن الله علم أنه سيكون له عيش في الأرض ثم عودة إلى الجنان
لكن كان بين هذا وذاك أمر مهم. ما هو هذا الأمر المهم؟ قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. وعليه فلما تلقى تاب واستغفر، فتاب الله عليه وجعل من توبته سبيلا للعودة إلى الجنة بعد الموت، بعد الموت وليس قبل الموت. فإذا يقول: أنا أكلت من الشجرة. طبعا في كتب أهل الكتاب بعض الناس بيقول لك هي شجرة التفاح، عشان الواحد عنده، عند البعض، أنا الحمد لله ما عندي يعني، عنده جوزة هون، اللي بيقول شجرة جوز، اللي بيقول شجرة تفاح، اللي بيقول شجرة برتقال، واللي بيقول شجرة عنب، وإلى آخره. هذا كله ليس بصحيح، لا يوجد فيه أي رواية صحيحة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نوع هذه الشجرة، سواء كانت لوز ولا جوز ولا موز ولا ما نعرف. أكل من شجرة نهاه الله عنها وفقط، وأخرجه الله من الجنة بهذا السبب. ما من نتكلم عن حاجة آدم وموسى، حديث المحاجة يعني له موضع آخر. فيذكر ذنبه فيقول: أنا لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. نوح عليه السلام، فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. هذا الحديث فيه بيان على أن أول الرسل إلى الأرض، إلى بني آدم، هو نوح. بعض الناس بحاول أن يذكر إدريس عليه السلام قبل نوح، ويذكرون في الأنساب. هذا الحديث يبين لنا على أن نوح عليه السلام هو أول نبي إلى الأرض، وإدريس جاء بعده. بعض النسابة بيقول: لا، كان إدريس ثم كان نوح. الحديث هنا يرد عليه ويقول أن أول من أرسل إلى أهل الأرض هو نوح. سيدنا نوح قصته معروفة ومشهورة وفيها سورة، بالإضافة إلى وجود عدد من الآيات التي تتحدث عن قصة نبي الله نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام مكث في قومه 950 سنة يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله. ما حد رد عليه إلا فئة قليلة. فربنا عز وجل أمره أنه يبني سفينة ويركب فيها هو ومن يأمره الله عز وجل بحمله من المخلوقات. لكن قبل هذا كان سيدنا نوح عليه السلام يقول: قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني نوح عليه السلام استخدم الدعاء الذي أعطاه الله عز وجل إياه لكل نبي دعوة مستجابة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. لأن دعوة نبي الله نوح قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذول ناس يتوارثون الكفر ويفعلون الكفر. سيدنا نوح عليه السلام قال: لست لها، فإني قد دعوت، خدت دعوتي. اذهبوا إلى من؟ قال: اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام، فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ أنه أصابهم الغم والهم والضنك والحرارة، وخلاص فليقضي ربنا ما يقضي، ألا تشفع إلى ربنا؟ فيقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم ذكر في مسألة كذبت 3 كذبات.
هذا الحقيقة يحتاج إلى شرح، بل فعله كبير هذا وقال هذا ربي هذا أكبر، وقصة زوجته مع الملك لما قال هذه أختي، وهذا فيه باب التعريض، وبعض العلماء قال هذا على باب الحوار في التنزل، ولكنه في باب اللغة يعتبر من الكذب، وليس هو بالكذب، لأنه لما قال هذا ربي وما أراد أنه ربه، وإنما أراد أن يبين لهم في باب الاستدلال العقلي الذي يمكن إن شاء الله أن نتكلم عنه في غير هذه اللحظات التي نحن فيها، لأنه لما وقف وأخذ ينظر في السماوات شمس وقمر ونجوم وما شابه، فما الذي جرى؟ الذي جرى أنه بدأ يقول هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فهذه الأمور كلها كانت في باب الاستدلال على نفي أن تكون الشمس والقمر هي آلهة من دون الله. ولما جاء إلى الأصنام والقوم جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، تفضلوا روحوا اسألوا هذا كبير الأصنام اللي كان موجود، إنه هو اللي حطم هذه الأصنام الصغيرة، بده ينفرد بالربوبية والألوهية والعبادة، فرجعوا إلى أنفسهم إنكم أنتم الظالمون، يعني لا الحجر هذا يتكلم ولا يسمع ولا يرجع إليكم قولا، كيف بدكم تسألوهم؟ قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت عارف إنه هاي الأصنام لا بتتكلم ولا بتنفع ولا بتضر ولا حاجة، كيف؟ بعدين رجعوا إلى أنفسهم إنكم أنتم الظالمون، يعني أنتوا هو بقولكم اسألوهم وبعدين أنتوا بتقولوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وبعدين حضراتكم بتلوموا إبراهيم عليه السلام، فإذا لماذا أنتم تعبدون هذه الأصنام من دون الله تبارك وتعالى؟ وأما زوجه قال لزوجته إنه لم يبقى على وجه الأرض أحد غيري وغيرك، وإن هذا الملك إذا قلت له أنك زوجتي قتلنا، فقال هي أختي، ثم دعت الله عز وجل بأن لا يمسها، فقال إن لهذه المرأة شأن، إن لهذه المرأة شأن، من هي؟ فقال هذه زوجتي، وإن الله حال بينك وبينها، فأكرمهم فهذه الثلاث كذبات قال أنا لست لها، اذهبوا إلى غيري. طيب يا سيدنا إبراهيم لمين نروح؟ قال اذهبوا إلى كليم الله موسى، كليم الله موسى ربنا عز وجل كلمه كتب له التوراة وأعطاه إياها، وهو من أولي العزم من الرسل، فيأتون الناس، شوف هذه الرحلة ما بين الأنبياء جميعا في الموقف العظيم، في الموقف العظيم، قال فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فضلك الله برسالته وبكلامه، وهون إحنا دائما منحب نأكد في هذا الموضع أن الله تبارك وتعالى له صفة الكلام وله صفة الكلام، وهي صفة ثابتة أزلية أولية. قال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، حياكم الله، أهلا وسهلا، عليكم السلام. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن الله يتكلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وإحنا شرحنا هذا الأمر يوم القيامة لما ربنا عز وجل يضع علينا ستره ويسترنا كما سترنا في الدنيا، إن شاء الله يسترنا إحنا وإياكم يوم القيامة، فربنا سبحانه وتعالى سيكلمني ويكلمك ويكلم الأجنبي ويكلم ممن يستحق أن يكلمه الله، أما من لا يستحق فهذا أمر آخر. فالشاهد في الأمر، وإن كان بعض المنافقين يدخلون في كلام الله عز وجل وأن الله يفضحهم
يوم القيامة. فالله عز وجل يكلم من شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه ليس ككلامنا يحتاج إلى لسان ويحتاج، هذا الكلام كله كلام فاضي، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. يعني إحنا من الآمن زي ما بيأمنها الناس. الآن أنا كنت بدي أشرح على باب النفي، بعدين ذكرت إنه الناس ما بهمها تيجي تقول ليس له كذا وليس هو، ربنا قال إنه إله ولا ما إله، أتركك من هذا، ربنا قال أنه يتكلم وسوف يكلمك، فحضر نفسك لكلام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فقالوا له أنت رسول الله وأنت كليم الله، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول إن الله غضب غضبا لم يكن قد غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ما في، خلاص ربنا عز وجل أمضى أمرا وغضب غضبا كبيرا وعظيما، ثم يذكر له معصية، يعني لما وكز رجلا فقتله فيذكر هذه المعصية، قال لست لها، تركوني أنا بحالي، اذهبوا إلى عيسى، بيجوا على عيسى عليه السلام، ما هو نبي كريم، وهو كان بكلمة الله تبارك وتعالى، قال ربنا عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولم يغضب بعده ولم يذكر له ذنبا، لست لها، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا الذي يبدو لي حتى أنه لو لم يذكر ذنبا يبدو والله أعلم أن سبب قول عيسى عليه السلام أولا لأنه ليس لها وأنها معدة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الآخر إن سيدنا عيسى عليه السلام رفعه الله إليه ويرجع في آخر الزمان بشريعة هي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون خاضعا لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم باب مفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه، وبالتالي هو أحال مباشرة، أنتوا لوين رايحين؟ أنا أصلا، كأنه يقول أنا أصلا سوف أرجع في الدنيا وأحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الحافظ ابن حجر رحمه الله قد كتب في الإصابة أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم. ليه؟ قال لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على ذلك. سيدنا عيسى عليه السلام آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، التقاه وهو في المسجد الأقصى، والتقاه وهو صاعد إلى السماء، فكتبه في الصحابة، فلا يمكن أن يقدم مقام نبي الله عيسى عليه السلام على مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول باختصار لست لها، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول لهم أنا لها أنا لها، فلما يقول أنا لها قال فأذهب فأسجد تحت العرش فيعلمني الله عز وجل محامد أحمده بها، ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي أخرج منهم من يدخلون من باب الجنة الأيمن لا حساب عليهم، قال فيقومون فيدخلون من باب الجنة. طبعا هذا الحديث فيه اختصار، واختصاره كان حسنا فيما يتعلق بوقتنا في هذه الليلة في هذه الإطلالة معكم إخواني وأخواتي. عموما هذه الحلقة قد انتهت في بثنا مع إخواننا ممن يشاهدوننا، إخواني وأخواتي المشاهدون والمستمعون في الحقيقة الدولية، نعتذر إليكم إن لم نتمكن من استقبال أسئلتكم، ولكن كونوا معنا دائما بمثل هذا الوقت، إن شاء الله ننفع وننتفع. جزاكم الله خير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.